منقدم لك يا بي الناس والايام كل هالشراشف والاغطيه تيذكرونا بكفن ابنك مخلصنا يسوع المسيح، ونتذكر كمان الثوب اللي لبسناه بمعموديتنا، ثوب البهاء والعزه. ساعدنا يا رب ما نشلح هالثوب، ومنوعدك نتذكر دايما اللي قاله رسولك بولس: انتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم. منقدم لك يا بي الناس والايام هالبدله الكهنوتيه تضل تذكرنا انه الابونا ونحن مؤتمنين على خدمه الاسرار، ورح نحمل رساله كنيستنا للعالم بفرح ونشاط ومن دون تأفف. الرسول بولس بيقول: إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. بنهاية هالتقديمات واليوم ب7 تشرين 2021 رح نزين مذبحنا فيه، وكل ما شفناه على مذبح مشارب العمان رح يقوينا تنجدد العهد انه نمشي دروب الحياة حاملين صليبنا بفرح. وبهالليلة، ليلة تقديس وتجديد البيعة، منجدد ايماننا ومنقوي قلوبنا تما تلك وتخاف من الدياب اللي عم بيكتروا. ومثل ما رفعوا موسى بوجه الحياة بالصحراء وشفاهن، رح نرفع صليبنا بوجه الافاعي وسمومن، وبصليبنا اكيد رح ننتصر. الشمعة بتدل على المسيح اللي قال عن حاله: أنا نور العالم. ومثل ما الشمعة العسلية بتنعمل من شهد العسل، هيك مطلوب من كل مسيحي يكون طيب مثل العسل، ويشتغل بنشاط مثل النحلات. ولأنه الخيط بيشتعل بقلب الشمعة وبيعطي نور، هيك مطلوب من قلب كل واحد منا والعان، وروحنا والعاني بحب المسيح وولاده اللي ائتمنا عليه. بقيصرية فيليبوس بيقول يسوع لبطرس: لك أعطي مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللته في الأرض يكون محلولا في السماء. ثلاث مفاتيح منقدم لك اياها يا رب بهالليله المباركه، لانه بهالمفاتيح رح نفتتح سنه يوبيليه كبيره بكنيستنا، وهي سنه ال 25 لبناء هالصرح الكبير. منصلي اليوم عنيه ابونا جوزيف والمهندسين والعمال اللي خططوا واشتغلوا واهتموا بهالورشه تتصير اجمل، ومن هالبيت رح تفيد النعمه والبركه على كل المؤمنين، ومن خلاله قلوب كتيرة رح تتبلسم وتنشفى. الزيوت اللي عم تتقدم بيرمزوا للبلسم، للتكريس وللمسحة، والزيوت هن ريحة المسيح الطيبة اللي بيمسحونا فيها الكهنة بسر التثبيت وعند المرض وعند الوجع. والموجوعين صاروا كتار، والمرضى كتار، والقلقانين والمضطربين والمهمومين ويلي قسيت عليهم الحياة صاروا كتار. منقدم مع بداية هالسنة التقصير الزيت المقدس، تنضل نتذكر إنه كنيستنا مساحتنا تنمسحن هالعصر، وكنيستنا الليلة بدها تذكرنا إنه نحن مسؤولين عن جروحات المتألمين. سجلات كنيسة مرشرب العمان عم تتقدم بهالوقت تتذكرنا انه اسمائنا انكتبت بسفر الملكوت السماوي، وما حدا قادر يمحيها الا خطايانا.
منقدم لك يا بي الكل هالجيتار، تنقل لك نحن الكيثار وأنت اللحن، هيا عزف بنا قدر ما تشاء، ومع جوقة الرعية ومليكة السماء نرفع لك تسبيح الشكر. منقدم لك مواهبنا وكل الوزنات اللي هديتنا إياها تنكرم ألوهيتك. الله معكم أحبتي. يمكن قليل كتير بكنيستنا بيعرفوا إنه اليوم بيسموه عيد رأس السنة الطقسية، مثل ما منقول عيد رأس السنة بواحد كانون الثاني، وقت منقول عيد تقديس وتجديد البيعة عم نحكي رسمياً عن بداية السنة الليتورجية الطقسية. يعني اليوم فينا نعيد بعضنا نحن كأبناء الرعية ونقول عيد مبارك عليكم، سنة مباركة، ورح نعمل سنة نحن والرب نمشي دروب الحياة، نطوف بهيدا العالم ونكون ريحة المسيح حيثما حللنا. مشان هيك كثير المفاجئات اليوم رح تكون، وخاصة بعد شوي كمان رح تشوفوا الزخائر اللي ربنا نعم علينا فيهم تكمان يرافقونا بهالسنة اليوبيلية، سنة 25 لبناء هذا الصرح الكبير. أكيد بياتكن وأكيد جدودكن كانوا يحلموا أنه يكون عندن نقطة ارتكاز بالمملكة وصار عندن هالبيت، هذا الصرح الكبير اللي إن شاء الله مع الأيام رح يصير أجمل ورح يصير منه عم نتخرج إلى مملكة الآب. اليوم مع بداية السنة الطقسية، مع افتتاح السنة، في مفاجآت خلال هيدي الفترة أو هيدا الوقت اللي رح نقضيه سوا، خلونا نعيش أجمل لحظات وكأنه بدي سميها ساعة، ساعة وربع من السماء على الأرض. يا أهلا وسهلا فيكن أنتوا أبناء المملكة، مملكة الآب، أبناء مملكة هالأرض الأردن عمان، وأكيد أبناء البيعة مثل ما بيسموكن بكنيسة مار شربل عمان، أنتوا أهل البيت، أهلا وسهلا بأهل البيت. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب يسوع المسيح، يا من بمجيئك كملت العهد القديم وبدأت العهد الجديد، وبحبك خطبت البيعة من كل الشعوب، وبنعمتك أسستها على بطرس والرسل الاثني عشر. أهلنا الآن في عيد تقديسها وتجديدها أن نرفع نشيد الحمد والشكران إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. والمجد والإكرام إلى البناء الحكيم الذي بنعمتي شاد البيعة سوراً منيعاً، وبعنايتي أقامها حصناً أميناً، وبرحمتي رفعها برج خلاص
لكي يعتصم فيها المخلصون بصليبه الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. تباركت أيها المسيح يا من أقمت أورشليم الروحية بيعة مقدسة ووعدت بأن تكون معها إلى منتهى الدور مثبتا إياب القداسة موطدا أركانها على الإيمان راصفا حجارتها بالمحبة فلا تقوى عليها أبواب الجحيم. ها نحن اليوم في ذكرى تقديسها وتجديدها نهتف قائلين قوم استنيري أيتها البيعة لأن مخلص العالم جعلك له مسكنا. قوم استنيري لأن الفادي القدير خلصك بصليبه الظافر. قوم استنيري لأن الرب القدوس اختار من بنيك القديسين. والآن نبتهل إليك يا ربنا على عطر هذا البخور. اذكر البيعة التي بنيت واحفظ من الشرور رعيتك وارح موتانا في ملكوتك واجمعنا معهم في مجدك السماوي فنمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. المسيح الميرون العذب تقبل عطر هذا البخور عربونا لشكرنا. هب القائمين على خدمة مذابحك أحبارا وكهنة وشمامسة أن يدبروا البيعة بروحك فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. ألوه قديشات حيلتون قديشات لميوتو thank you.
القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. وهي لا تقدر البتة أن تزيل الخطايا. أما المسيح فبعد أن قرب ذبيحة عن الخطايا جلس عن يمين الله إلى الأبد، وهو الآن ينتظر أن يجعل أعداؤه موطئاً لقدميه، فأنه بتقدمة واحدة جعل المقدسين كاملين إلى الأبد، والروح القدس نفسه يشهد لنا. فبعد أن قال هذا هو العهد الذي سأعاهدهم به بعد تلك الأيام، يقول الرب إني أجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها على أذهانهم، أضاف قائلا ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد. فحيث تكون مغفرة الآثام والخطايا لا تبقى تقدمة عن الخطيئة، والتسبيح لله دائما. سأبني بيعتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. منقدم لك يا بي الكل هالإنجيل، هالإنجيل المقدس، كلمة ابنك ووصيتك إلنا، كلمة ابنك اللي كانت ورح تبقى زوادة كل مؤمن وسلاحه الوحيد بمواجهة كل تحديات الحياة. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا
كلمة الله الحي. قال متى الرسول: جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيليبوس فسأله تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: بعضهم يقولون يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وغيرهم إرميا أو أحد الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لأنه لا لحم ولا دم أظهر لك ذلك، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أيضاً أقول لك: أنت هو بطرس، أي الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد إنه هو المسيح حقاً، والأمان لجميع. سنة مبارك عليكم إخوتي. بكنيستنا المارونية كان آخر أسبوع عيد يسوع الملك، وكنت عم بتمنى عليكم إنه مثل ما بتنتهي السنة بيسوع بتبتدي السنة مين يسوع بالنسبة إلكم، كمان بتبتدي بيسوع. وقت المنقول اليوم أحد تقديس وتجديد البيعة، مش عم نحكي عن البيعة وما بعرف من هي البيعة، بالعكس عم بحكي عن البيعة كنيسة يسوع المسيح، جماعة يسوع المسيح، أبناء البيعة. أنتم اليوم عيد تقديسكم، وكيف منتجدد أنا وأنتم والكنيسة وآنية الكنيسة، وكل شيء بيتجدد فينا ومنتجدد ومنجدد بنعمة الله. اليوم سألت الصبح بالقداس، كنت عم بسأل المؤمنين دخلكم وقت اللي منحكي بعيد رأس السنة، هو عيد شو رأس السنة؟ وبصدق بقلكم مرات ما في أجوبة، لأنه عيد رأس السنة بالرزنامة العادية يمكن بينسوا العالم أنه هو اليوم الثامن لولادة الرب بخمسة وعشرين، من 25 لواحد كانون الثاني 8 أيام، وكانوا قديماً يحتفلوا بعيد ختانة الطفل تطهيره في اليوم الثامن، وأعطاه الاسم. وشو كان اسمه للولد اللي خلق بخمسة وعشرين أو ولد بخمسة وعشرين؟ اسمه يسوع، يعني الله يخلص. مشان هيك الناس بيفكروا إنه عيد رأس السنة هو عيد رأس السنة، لا، هو عيد يسوع الله يخلص، الله اللي بده يخلصنا أنا وأنتو إخوتي، وبده ينقلنا من المملكة، ونحن حلو إنه بمملكة هون مش ب جمهورية شو ما كان، نحن بمملكة إلى مملكة، فكيف بدنا نجعل من هالمملكة مملكة حقيقية بمحبتنا، بطريقة أسلوب عيشنا، بأعمالنا الرحموية، بكل شيء بنعمله، الأطر اليومية العادية، تنتقدس ونقدس. كتير مهم إخوتي نفهم هيدي الحقيقة. اليوم بأحد تقديس وتجديد البيعة منقله للرب: يا رب
هيا اعزف بي قدر ما تشاء، هيا ارحل بي حيثما تشاء، هيا اكتب بي لأني أنا الحبر وأنت الإيد، إني اليراع وأنت الفكر، هيا اكتب بي قدر ما تشاء. شو ما بدك وقت اللي بنقول للرب شو ما بدك، شو بده يكتب الرب؟ أجمل رسالة حب بده يكتبها لأولاده، أجمل رسالة حب وأجمل أنشودة بده يعزفها، وأجمل رحلة بده يعملها معكن أنتو. شو بحب اليوم إخوتي بهالنهار العظيم، تقديس وتجديد البيعة، بداية ورأس السنة البيعية الطقسية الليتورجية، نقول نعم هيدا عيد كن أنتو. شو بده يسألنا يسوع؟ سؤال بسيط جداً سألوا لتلاميذه بقيصرية فيليبوس. فيليبوس خيو لهيرودس، هيرودس اللي أخذ له مرته لفيليبوس، هيرودية وبنته كانت سالومي اللي أمرت بقطع رأس يوحنا. من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ هاتوا يا شباب لنشوف. صاروا ملبكين مش عارفين شو بده يقولوا له. بعضهم يقول يوحنا المعمدان، البعض بيقول انك ارميا، ايليا اعظم الانبياء، او حدا من هالانبياء. وبالنسبه لكم انتم انا مين؟ بالحقيقه هذا السؤال عم بيتجدد اليوم، مين يسوع بالنسبه لكم؟ انت مخلصي، انت صخرتي، انت حياتي يا رب. يومتها كانت صعبه تنقال هالشي، بطرس خرق جدار الصوت تيقول له انت المسيح ابن الله الحي. فاجأوا ليسوع، لذلك يسوع بيقول له تعرف بطرس لا لحم ولا دم، ما حدا قال لك هيدي الحقيقه، بي كشف لك اياه لانك قلت هاللي قلته. الك رح اعطي مفاتيح ملكوت السماء، اللي هلا كنتوا عم بتسمون او عم بتسلمون. هيدي مفاتيح شو اخوتي؟ مفتاح باب الكنيسة، مفتاح باب الإربان، مفتاح هالبيت كله سوا، بيت الضيافة، هالنياب البطريركية، تتقلنا شو؟ أنا بدي قلكن إذا كنتوا أدوات طيعة بين إيدين الرب، مفاتيح بواب المملكة بتكون بين إيديكن وقلوب الناس أنتوا بتفتتحوها. اثنين، مين أنا بالنسبة إلكن؟ بقول يسوع أنت يا رب المسيح ابن الله. ما تنسوا هيدا النص بذكرني بشخصيتين، انتبهوا لهم منيح اخوتي، كيفا وقيافا. كيفا قال له انت المسيح ابن الله الحي، معناتها صخره، قال له انت الصخره وعلى هالصخره بابني كنيستي. وقيافا رئيس الكهنه والاحبار بالنهار الخميس المساء الجمعه العظيمه سالوا ذات السؤال، أأنت المسيح ابن الله الحي؟ يسوع قال له أنت قلت. ولأنه قال له أنت قلت، كما اشتوبوا الكهنوتي وخزقوا من فوق لتحت، تيقول شو؟ تيقول انتهى الكهنوت بخميس الأسرار. قبل بكم ساعة يسوع رسم بطرس والتلاميذ على الميدة قبل ما يعطيهم جسده ودمه، قال لهم أنتوا كهنة العهد الجديد وانتو عليكم بدنا نبني مملكة الآب. وبذات الليلة اخوتي قيافة بيخزق توبوا الكهنوتي، وبتبلش القصة مع كهني غريب انهم كانوا صيادين. ما حدا بيبني كنيسة وصرح عصيادين، اللي بيبنوها اخوتي هن الأساقف البطاركة الكهنة رؤساء كهنة، بس مش صيادين. وانتبهوا اخوتي هيدا الشيء مهم جدا، ربنا المجد له بني كنيسته على بطرس والشباب. مين اللي بده يكفي يبني كنيسة المسيح اليوم؟ انتو، انتو كهنة الألفية الثالثة، انتو أنبياء، انتو قادتها، انتو اللي عليكن بده يبني الرب الكنيسة. مشان هيك مار بطرس ما غلط،
هو ذاته اللي قال له أنت المسيح وقال له أنت الصخرة الرب. هو قال برسالته أنتم حجارة حية في بنيان الكنيسة. الكنيسة مين بيبني يا إخوتي؟ شعب الرب أنتم. وهون إذا بدنا نقول نعم أنتم بتبنوا كنيسة المسيح وأنتم بتفرحوا باللي بنتوه. اللي بنيوا بياتكن من حوالي 25 سنة وقلت لكم نحن بسنة يوبيلية. هيدي السنة منحتفل بعيد 25 لبناء هيدا الصرح الكبير، وهيدي السنة ما رح تمرق مرور الكرام بإذن الله. بس هالمرة أنتم مش هني، مش بس اللي كانوا كبار وشكراً لبصماتكن الحلوة، هالمرة أولادكن، وهالمرة ويمكن بكرة أولاد وولادكن بكفوا القصة، قصة يسوع المسيح وبنيان الكنيسة. ببداية هالسنة إخوتي أنا وأنتوا لازم نفرح. أنا وجاي من لبنان آخر مرة من حوالي 15 يوم، شخص من العائلة وصديق بيقول لي رايح الأردن، قلت له نعم. قال لي بدي استودعك شيء يمكن يفرح لك قلبك، بس بيفرح لي قلبي أنه أعطيك إلك، خليه معك، خليه رافقك. قلت له شو هن؟ قال لي دخائر حطتهم حط صورة زوجتي الله يرحمها، اذكرها بصلاتك. قلت له هالذخائر ذخائر مين؟ قال لي رح يفاجئوك. 64 تخيري إخوتي استودعت بلبنان آخر مرة، واللي فاجأني أنه منهم ذخائر عاديين. هيدي شهادتهم، شهادة اللي بتقول كمان باللاتينية، بتقول أنهم عظام قديسين. ولما اطلعت بالذخائر فاجأوني، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، يوحنا المعمدان، يوسف، أكيد العذراء مش بيناتهم، وكتير من الأسماء اللي رح تفاجئكم. بعتنا هالشهادة على روما، وإجانا كمان شرح اللي انكتب باللاتيني رح تضلها موجودة ورح نحطها على مواقع التواصل. هيدي بتقول إنه ذخائر هي ذخائر أساسية لعظام القديسين، مش شقفة من تيابهم. فهيدي فرحة كبيرة إخوتي اليوم بعيد تقديس البيعة، إنه يكون في معنا ذخائر القديسين اللي رح نستلمهم هلأ من أولادنا إخوتكن، رح نحطهم على المذبح ورح يرفقونا السنة لأنه السنة يوبيلية. وأكيد بس هيدولي بيذكروني أنا وأنتو إنه القداسة منا حكر على هيدول الناس. بعد شوي بس اسمعوني عم بقول الأقداس تعطى للقديسين، ما عم بعطيهم لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا ويوحنا وما بعرف مين ويوسف، عم بعطيهم إلكم. اتذكروا إنه دروب القداسة أنتو كمان ماشينا. وبحب كتير بكرة بعد 50 أو 100 أو 120 أو 300 سنة يقولوا بي، أمي، لأبونا، صديقي مرق بهالرعية وكان قديس. أنتوا قديسي الألفية الثالثة أختي. إن شاء الله بتكون هالفرحة اللي رح نمشيها أنا وياكم السنة بهالرعية بالذات عم بدلنا على دروب القداسة. وأكيد دروب النجاسة كتير، بس القداسة بدها أبطال. خلونا نوقف إخوتي قبل ما نقول النؤمن، نستقبل هالقديسين، قديسي المئوية الأولى والألفية الأولى والألفية الثانية. ونحن اليوم تذكروا أنه عم يمرقوا بيناتكن، بس ما تنسوا أنه أنتوا قديسي الألفية الثالثة، وبكرة رح يمشوا فيكن مثل ما هلأ عم نمشي فيهم. أهلا وسهلا فيهم، خلوني يتفضلوا على بيتهم. منقدم لمذبحك يا رب بعيد تقديس وتجديد الكنيسة هالذخائر المقدسة اللي تقدموا لأبونا جوزيف سويد من صديقه الشيخ الجليل جوزيف حجار، ربنا يعطيه ويعطي عائلته الصحة. كما منقدم ذخائر القديسة ريتا وذخائر القديسين الموارن الأربعة شربل، رفقة،
نعمة الله الحرديني واستفان النعمة. كل هالزخائر رح تباركنا بهالسنة المباركة اليوبيلية، وحضورها بيناتنا رح بيذكرنا انه نحن كمان فينا نكون قديسين. اخوتي الزخائر مش بس حتى نتبارك منها، انما هي لحتى تخلق لنا تحدي لنا تنمشي على دروب القداسة. الزخائر السبعين اتاخدت من عظام قديسين كانوا منارات لعالمنا، شبعونا بتعاليمهم بكتاباتهم وبوعظاتهم، وتركونا صلوات ملهمة، وكتار منهم علمونا نكون أبطال بشهاداتهم واستشهادهم. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. ارتضي اللهم أن تظلل يمينك القوية والقديرة أغطية المذبح وتباركها وتقدسها لعبادة اسمك المكرم، حتى إن جميع الذين يدعونك بإيمان حق ويطلبون إليك بقلب نقي ينالوا طلباتهم الصالحة ويقرب النذور والقرابين فيكسب علاجا وشفاء لأجسادهم وخلاصا لنفوسهم. نعم أيها الرب الإله نطلب ونتوسل إليك أتم كلمتك وأنجز وعد روحك الأقدس بأن تستقر الكلمة الإنجيلية وتنفذ وتعنى في كل عمل أو قول يتم بواسطة أغطية المذبح، وبنعمة ابنك الوحيد إلهنا وربنا يسوع المسيح ورحمته ومحبته للبشر الذي بيليق لك المجد والإكرام مع روحك القدوس الآن وإلى الأبد. أيها الإله العظيم نشكر نعمتك التي أغدقتها علينا، فساعدنا بأن نعمل جميع أعمالنا لتمجيدك ولتكريم اسمك المبارك، فنقدم لسيادتك هذه الأواني والملابس البيعية التي قدمناها في مطلع هذه الذبيحة، باركها لتكون معدة لخدمتك وكل ما يصنع فيها، وليعمل بحسب إرادتك الإلهية ولتمجيد عظمتك. ونطلب إليك أيها الرب الإله أن تحل عليها كما حللت على هيكل سليمان، وتباركها وتبارك جمعنا ورعيتنا ولجانها وحركاتها فتثمر وتزهو، ونشكرك ونمجدك جميعا من الآن وإلى الأبد. رح نبارك كمان اخوتي المي المقدسه، تنبارك كل هالاشياء اللي تقدمت اليوم مع افتتاح هالسنه الليتورجيه، الاغطيه، الاواني، حتى الزيوت والاشياء اللي قدمناها ببدايه الذبيحه وبنهايه المطاف. اكيد منتبارك، ما منبارك، منتبارك بحضور الزخائر كمان لحتى كلنا سوا نتذكر اللي سمعناه قبل شوي. إلى هذه المياه، هذا الحوض الصغير الموجود أمامك، وليأتي روحك الحي القدوس وليحل فيها وليملأها قوة لا تقهر، وليبارك ويقدسها ويجعلها مثل الماء الذي جرى من جنب الابن الوحيد على الصليب، فيتنقى ويتطهر ويتقدس كل ما يتبارك بها ويرفع. ونرفع المجد إليك أيها الآب والابن والروح القدس لنا وإلى الأبد. آمين. تنضح
فاطرحني بالزوفة فأطهر وتغسلني فأبيض أكثر. ونتوسل متضرعين أمام مراحمك الأزلية لكي تحل يمينك على هذه الأغطية والأواني والملابس وتقدسها باسمك وتطهرها بكلمتك ولتملأها نقاوة وقداسة بواسطة حلول روحك القدوس، فاجعلها أغطية وملابس نقية لمذبحك وزينة بهية لمقدس هيكلك وآنية نقية وكهنوتية لخدمة أسرارك الإلهية ولخدمة أبنائك الذين قدموها. أهلهم بنعمتك لأن يقبلوا منك حلة المجد ولباس النور في العالم الذي لا يزول. عوض هذه الأغطية والأواني والملابس والزيوت الزائلة التي قدمناها لزينة مقدسك، وأهلنا جميعاً إلى ملكوتك الذي لا يزول، ونصعد لك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنساناً وصلب عنا على عهد بيلاطس الرومي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضاً يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسمية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. صلوا عليه مت المران قالوا
المقدس على مذبح الكنيسة، ورح نتقاسموا كلنا سوا اليوم بقداس افتتاح سنة خاصة أطلق عليا قداسة البابا اسم من أجل كنيسة سينودوسية، شركة وشراكة ورسالة. هالخبزات أكلوا منهم جدودنا وبياتنا وأماتنا وتقدسوا. منقدم لك يا رب هالخمرة اللي انعصرت من بعد أطفى، ورح تصير على مذبح القديس شربل دم المسيح، هالدم اللي تقدم فدية عنا لخلاص نفوسنا وغسلنا من الخطية اللي بعدها عم نورتها من بياتنا وعم نورتها لأولادنا. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطيهم الزائل هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطبوية والدة الله مريم، القديسة والقديس يوسف في هذه السنة المكرسة للعائلة، والقديس مارون والقديس شربل شفيع هذه الرعية. أذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، أبناء هذه الرعية وبناتها شيوخها وأطفالها وشبيبتها والمرضى فيها، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. نفور مار بطرس هامة الرسل اللي كنا عم نحكي عنه اليوم أخوتي، اللي قال أجمل يمكن آية بالإنجيل: أنت المسيح ابن الله الحي. القديس بطرس اليوم صخرة، هو بطرس، وعلى البترا يسوع كمان سوف تبنى كنيسة المسيح، وأنتوا اليوم حجارة حية مثل ما قلنا. خلونا سوا نتذكر هيدي الحقيقة أخوتي، وبعرف إنكم قادرين تكونوا معادلة خارقة وفارقة بمملكة، أكيد بالمملكة بالأردن بعمان تحديداً وفي مملكة الآب. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بكبلة لغش فيها، فنرفع إليك المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأباد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا خدام الروح القدوس. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم.
أمامك ربي ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. ربي أضئ بوجهك علينا الآن، خلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع إليك المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وحلول الروح القدس مع جميعكم إخوتي إلى الأبد. ومع روحك تكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين قدوس. ساب اللحم بداو قاضي شوتو بريخ قديش وقصو يا بالتلمذاو كادو مار ساب خول منيك الخول هونو ديني تاو فغرودي دحلو فيكون وحلو فساقي متقصي ومتيهب الحصول تحوبي والحي دلعو لم والمين وخانو عالكوس ودمزغ ومن حمرو من ما يبريخ وقدش ويا بالتلمدة وكادو مارسا بشتاو منيك والخون هونو دانيتا ودمودير دياتك احداتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشاد ومتيهاد وصوي وتحوب والحي ده العلم والمين وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني
نقدم لك التسبيح مبتهلين، ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ، فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لنا نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهب ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس، ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. قبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الإنطاكي، ومار موسى مطراننا، واعدد الكهنة والشمامسة وخدمة تبيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. في أحد تقديس البيعة وتجديدها، نضع أمامك أيها القدوس كل الذين ائتمنتهم على تقديس كنيستك والعالم: رؤساء كنيستنا ماري فرانسيس بابا روما، وماري بشارة بطرس بطريركنا الإنطاكي، ومار موسى مطراننا، مع سائر البطاركة والأساقفة، لأجل أن يزدادوا كل يوم بهاء قداسة وإشراق محبة. ونذكر كاهننا الجديد الذي يحفظ خميرة التقديس فيما بيننا من خلال توزيع كلمة الله وصنع الأسرار، فيحمل لشعبك في الأردن كل تجديد وانفتاح، نسألك يا رب. يا رب ارحم. في أحد تقديس البيعة وتجديد أبنائها، نقدم لك يا رب صغار رعيتنا وكبارها المكرسين فيها والملتزمين، شبيبتها ولجانها وحركاتها الرسولية، اللامبالين والمشككين، لأجل ألا يغيب هم القداسة عنهم جميعا، فيسمع جميعهم نداءك: كونوا قديسين لأنني أنا إلهكم قدوس، نسألك يا رب. رب ارحم. في أحد تقديس البيعة وتجديدها وذكر القديسات والقديسين، نضرع إليك يا قدوس مع مريم أم القداسة، ونتوسل إليك بطلبات الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، من أجل أن تنعم علينا بإيمانهم، وتزيننا برجائهم، وتكللنا بمحبتهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. في أحد تقديس البيعة وتجديدها، ومن قلب معابدنا ومؤسساتنا،
نرفع الصلوات لأجل أن تتجدد طقوسنا واحتفالاتنا بنعم ذبيحة ابنك الحبيب، وكي تتحول إدارتنا إلى شهادات إيمان وعلاقاتنا إلى صلاة خدمة ومحبة، نسألك يا رب. يا رب ارحم. بأحد تقديس البيعة وتجديدها نذكر كل الذين يتعبون لإيصال بشارتك الجديدة في هذه الألفية الثالثة إلى كل موعود، لأجل أن تؤيدهم وتقويهم فيجدد العالم من خلال كلمتك الحية. ونضع أمامك يا رب كافة الحركات الرسولية لأجل أن تتجدد باستمرار بالروح القدس بصلوات مريم سيدة الرسل، نسألك يا رب. يا رب ارحم. بأحد تقديس البيعة وتجديدها نلتمس من جلالك ظلال الرحمة لموتانا، ونصلي من أجل أن تفوح رائحة القداسة ممن سبقونا إليك فيتعطر بها حاضرنا ويزهر مستقبلنا، ونصلي لراحة موتانا لأجل أن يدعوهم صوتك الحي لولادة جديدة في أورشليم الجديدة، نسألك يا رب. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفتنا بغير معرفة. وبتسمحوا لي اليوم كمان نضيف على هالنوايا نية وحدي عن هالذخائر اللي هني منن أموات إخوتي، هيدول الكنيسة المنتصرة. أنتوا بتعرفوا أنه في كنيسة منتصرة، الكنيسة المجاهدة اللي هي أنتوا، والكنيسة المتألمة اللي بتنتظر صلاتكم. هالكنيسة المنتصرة قدامكم هي بس حتى تشتهوا أنه تكونوا معها، تكونوا في صحبة الأبرار والصديقين، خاصة مع بداية هالسنة. أكيد بدي أشكر عمو جوزيف حجار اللي قدم هال 64 تخيري، وكل اللي كانوا قدموا سابقا ذخائر لهالكنيسة، وانتو ذخائر حية اخوتي في بنيان هالكنيسة وحجارة حية، ما تنسوا هالشي. بدي اشكر كل انسان حمل بقلبه تخيري حلوة، بعرف قديش بتعني لكم قصة التخيري، بس ما تنسوا اخوتي انه هني عملوا رسالتهم بالعالم، وانتو بتكملوا ما نقص من أعمالهم. عالمنا بحاجة لذخائر حية، كونوا هالذخائر على نية كل الأشخاص اللي عن جد بتفتقدون اليوم، ذكرناهم مع الموتى. بس بدي قلكن في ناس ناطرين بل طريق بصلاتكن خلال هالسنة، ما تنسوا اللي ورتوكن ورتة الإيمان، واللي كمان هن صحبة الأبرار والصديقين بمملكة الآب. أكيد نحن منقدم لهم صلاتنا، وأكيد منقدم لهم قرابيننا. عربون شكر للي ورتونا إياه، وإن شاء الله منتلاقى يوماً ما بمملكة الآب. فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخورا
فنقربها بك لأبيك، لك المجد. ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. وروحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك ضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. وروحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. Thank you.
نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا، فنرفع إليك المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومعك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك، كن لهم سترا وملجأ، كملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. قبل البركة الأخيرة أخوتي، هالزخائر رح تكون أكيد مع الشدي أو معي على باب الكنيسة، بتتبركوا منا أنتوا ظاهرين، وأكيد عائلتنا اللي عم تكبر يوم بعد يوم. بتمنى أنه نلتزم مع بداية هالسنة التقصية، نلتزم بهالقداس، نلتزم بهالسنة الليتورجية التقصية كلها سوا من أولها والآخرة. وشو بحب أخوتي أنا وأنتو نعمل مسيرة صوب مملكة الآب، أكيد هذا المطلوب. وبدي أطلب بعد منكم خاصة من اللبنانيين أنه ما ينسوا عنا استحقاق كتير مهم، هذا الاستحقاق ما بقى في كتير وقت حتى نتسجل، فإذا عن جد بهمكن هالوطن اللي عم بيتألم كتير، لبناننا اللي عم بيتألم، بتمنى إذا ما أخذتوا القرار بعد تنزلوا على لبنان تنتخبوا تحت، تسجلوا بأسرع وقت ممكن، يمكن بعد فيه إذا عرفت من مستشارنا أستاذ جورج ل 19 الشهر 20 ل 19. فإذا بتمنى عليكم بأسرع وقت ممكن يكون عنا على القليل وقف نسأل، على القليل نهتم، لأنه الوطن وطننا، وأكيد العذاب اللي عم تعذبوه أهلنا صار بحاجة أنه كلنا سوا يكون لنا على القليل بصمة فيه، صحيح؟ وبتمنى أنكم تاخذوا القرار بسرعة. اذهبوا بسلام من إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. اذكرونا بصلاه.